السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. Anatomy of the rectum. طبعا الريكتم يا جماعة ده من الموضوعات الأناتومي المهمة جدا جدا عشان السرطان بتاعه. السرطان بتاعه من أشهر السرطانات اللي بتحصل في الجي اي تي، وعشان كده هون ده موضوع مهم قوي قوي قوي. الريكتوم ده يا جماعة عبارة عن أورجان بيبتدي عند نهاية السيجمويد كولون. احنا خدنا قبل كده السيجمويد كولون ده بينتهي فين؟ عند السيرد بيس اوف سيكرام. والسيكرام زي ما احنا عارفين دول خمسة فرتبري لحمين في بعض. أنا هون عند السيرد ساكرال بيس اللي هي الميدل بيس اوف سيكرام بينتهي السيجمويد كولون ويكمل لك از ريكتم. الجنكشن دي ما بين السيجمويد كولون والريكتم دي اسمها ريكتو سيجمويد جنكشن. فده بداية الريكتم عند اس 3 فرتبرا اللي هي الريكتو سيجمويد جنكشن. ينزل الريكتم، ينزل الريكتم عشان ينتهي هنا. هو هنا دي بقى فين؟ 1 inch below and in front to the tip of coccyx. الجنكشن دي بقى يا جماعة عندها الريكتم هينتهي ويكمل as anal canal. الجنكشن دي اسمها anal rectal junction. والanal rectal junction دي بيكون عندها هنا هو في muscular ring اسمها anal rectal ring. الanal rectal ring دي بيكون عندها المصل دي، ده جزء من المصل of the pelvic floor يا جماعة. جزء من المصل of the pelvic floor جاي من البيوبيك بون وراجع ورا عشان يلف حوالين الانو ريكتال جانكشن. والجزء ده من الليفيتور انا يا جماعة اللي جاي من البيوبيك بون وبلف على الريكتم سموه بيوبو ريكتالس. فالريكتم بينتهي عند الانو ريكتال جانكشن، والانو ريكتال رينج دي اللي لف حواليها ووراها البيوبو ريكتالس مصل. وطبعا انتهى الريكتم زي ما اتفقنا بان هو بيكمل از انال كانال. الريكتم ده يا جماعه طوله قد ايه؟ 6 انشز. 6 انشز. اللور بارت اوف ريكتم بيكون اوسع من بقيه اجزاء الريكتم. اللور بارت اوف ذا ريكتم ده عشان اوسع جزء في الريكتم سموه امبولا اوف ذا ريكتم. أمبولة يعني الوسعية الكبيرة. نبص اللي يا جماعة الريكتم تفرقوا ازاي عن السيجمويد كولون. لا الريكتم بيختلف كتير قوي عن السيجمويد كولون. أولا في الأخ الأزرق دوم السيجمويد كولون ليه السيجمويد ميزو كولون، لكن الريكتم ده ملوش ميزنتري وملوش ميزو ريكتم. نبص نلاقي السيجمويد كولون بيكون فيه ساكيوليشن وهوستريشن. الريكتم ما فيهوش لا ساكيوليشن ولا هوستريشن. السيجمويد كولون مدلدل منه الفولدز اوبرتونيوم دي اللي مليانه فات اللي اسمها ابنديسيز ابيبلوكي. لا دون الريكتم ما فيهوش ابنديسيز ابيبلوكي. زي كل كولون السيجمويد كولون في تينيا كولاي. لا الريكتم خلاص ما فيش تينيا كولاي. التينيا كولاي دول كلهم التلاتة لحموا مع بعض وعملوا كومبليت لاير حوالين الريكتم. الريكتم بتاعنا شكله ايه؟ مش عارف مين حشاش ولا ضارب بانجو ولا ايه قال لك ان ده نسميه ريكتم. ريكتم جايه من ريكتس يعني مستقيم، وبي يعني بيقولوا عليه بالعربي مستقيم.
بذمتك ده مستقيم؟ ده مستقيم ده؟ ده الريكتم ده متني خمس مرات له فايف فليكشرز، فده المفروض كانوا يسموه المتني التورشوس كده، هو مش ريكتم خالص ولا مستقيم، فهو ليه خمسة فليكشرز. ايه الخمسة الفليكشرز دول؟ اتنين من قدام لورا وتلاتة لاترال فليكشرز. ايه الاتنين دول اللي اسمهم انتروبوستير فليكشرز؟ اولا الريكتم ده خد السكرم والكوكسكس عامل زي الكرسي بالظبط، قال لك الله ده انا ورايا كرسي جميل جدا السكرم والكوكسكس ده، اقعد يا جدع انت هنا وريح. فبالتالي الريكتم بيتبع الكونكافيتي اوف سكرم اند كوكسكس، وبيبقى زي السكرم كونكيف انتيرولي. دي الثانيه دي كده هو اللي هي كونكيف انتيرولي، دي بيتقال عليها ساكرال فليكشر. ساكرال فليكشرز كونكيف انتيرولي زي ما الايه السكرم اللي انا قاعد فيه، هيتنه متني كده هو انا اهو كونكيف انتيرولي لحد فين؟ لحد الانوريكتال جانكشن. عند الانوريكتال جانكشن هو الريكتم كان المفروض نازل كده على طول، بس بقول لك اليو شيب دي مصل دي اللي اسمها البيوبريكتاليس راح تشدها لقدام. البيوبريكتاليس اما شدته كده هو بقى شدت الانوريكتال جانكشن لقدام، حصل هنا تانية جديدة، بس دي بقى تانية الكونكافيتي بتاعتها بوستيرور. التانية دي بقى يا جماعة على فكرة حصلة في البرينيوم، البرينيوم اللي هي المنطقة اللي تمثل outlet of the pelvis، فهي حصلة هي فعلا عند مخرج البلفس، ده السيمفيس بيوبس وده الكوكسكس، وهنا ده مخرج البلفس، وراح حصل عند المخرج بتاع البلفس ده اهو. التانية دي اللي اسمها برينيال كيرف، وده كونكيف بوستيرلي. بص بقى على الريكتم كده هو فيس تو فيس، تبص تلاقيه في تلاتة لاترال فليكشرز. بص كده التلاتة، هو السيجمويد كولون هنا هو في الناحية الشمال في الليفت إليكوس، انتهى السيجمويد كولون يروح الريكتم ماشي من الشمال الميدل لاين ليمين الميدل لاين، وبعدين من يمين الميدل لاين يمشي لشمال الميدل لاين، وبعدين من شمال الميدل لاين يوصل للميدل لاين ويروح نازل. فكده تكون ثلاثة لاترال فليكشرز من الجناب يمين وشمال. الثلاثة لاترال فليكشرز دول ادي فليكشر كونكيف ناحية الشمال، وادي لاترال فليكشر في النص ده كونكيف ناحية اليمين، واخر فليكشر تحت كونكيف تاني ناحية الشمال. فالتلاتة لاترال فليكشرز دول الأبر واللور كونكيف ناحية الشمال مكان ما جاي السيجمويد كورون يبقى شمال، وفي النص كونكيف ناحية اليمين. في اليومن بقى في الثنايا دي الميوكوزا بقت اكزاجريتد قوي في الاليفيشن بتاعها، فعملت لي تلات أماكن كده فيهم الميوكوزا عالية قوي. التلات أماكن اللي فيهم الميوكوزا عالية أو دي قالوا عليها valves of Houston، اسم الراجل اللي وصفها. ويقال إن ال valves of Houston دي ربنا عاملها أهي كرفوف عشان تشيل الفيكال ماس اللي متخزنة في المخزن اللي فوق، لأن خد بالك مخزن البراز هو السيجمويد كولون، الريكتم ما بينزلش فيه البراز الا ساحه الديفيكيشن بس. ماشي، على فكره اول لما البراز ينزل في الريكتم بتحس بالديزرت ديفيكيت خلاص، وان البراز نزل منك بتطلع تجري على التواليت على طول. يا ترى ايه علاقه الريكتم بالبريتونيال كافيتي والبريتونيوم؟ ده منظر جميل قوي، خدنا ثلاث مقاطع
في الأبر والميدل واللور سيرد اوف ريكتم. الأبر سيرد اوف ذا ريكتم متغطي بالبريتونيوم اللي هو الخط الأزرق ده من قدام وعلى الجناب. ده الأبر سيرد قدامه جناب. ده الميدل سيرد قدام بس متغطي بالبريتونيوم anteriorly only. اللور سيرد ملط عريان ما عليهوش بريتونيوم. هنا علاقة الريكتم بالبريتونيوم برضو يهمنا قوي ان احنا نعرف فيها الريفليكشن والبريتونيوم. ده بريتونيوم اهو مغطي لك الريكتم في الابر تو سيرد بتاعته. وبعدين هيحصل ايه؟ ما اعرفش. هيحصل ايه بقى بعد ما البريتونيوم هيسيب الريكتم ويعمل ريفليكشن؟ دي ما اعرفش حسب السكس. رجالة هتعمل حاجة والستات هتعمل حاجة تانية خالص. ايه بقى المنظر ده يا جماعة؟ ده سيجيتال سيكشن في الميل بلفس. واحد راجل ورحت فتح له البلفس كده نصين وببص جوه ايه ده؟ العظمة الاولانية اللي وانت بتقطع البلفس هتقطع السيمس بيوبس. ورا هو قطعنا السكرم والكوكسكس. الأورجانز بقى اللي هنا مين؟ طبعا ده الريكتم اللي متغطي الأبر تو سيرد بتاعه بالبريتونيوم اهو. البريتونيوم بيعمل ريفليكشن من الريكتم يا جماعة لقدام في الرجالة. من قدام بقى عامل ريفليكشن على مين؟ على البوستيرور سيرفيس اوف ذا يورينال بلادر. وبالمنظر ده هنتكون اللي هنا هو بريتونيال باوتش. البروتونيال باوتش ده من ريكتم يبقى ريكتو، للبلادر يبقى فازايكو. عشان كده هو فازايكو يعني يورينال بلادر، يبقى اسمه ريكتو فازايكال باوتش. وريكتو فازايكال باوتش دي اوطى حته في البريتونيال كافيتي وانت قاعد. الريكتو فازايكال باوتش ده مليان ايه؟ نايم لك فيه السيجمويد كولون ولوبس لوبس اوف إيليام. طب الستات ايه اللي هيحصل؟ الانتيور تو سيرد اوف ذا ريكتم متغطي بالبريتونيوم. حصل ريفليكشن من الانتيور سيرفيس اوف ذا ريكتم على فوق. على مين؟ على الباك اوف ذا ابر بارت اوف ذا فاجينا. والمنظر ده هنتكون هنا هو ريكتو فاجينال باوتش اللي مليان برضو بالسيجمويد كولون ولوبس اوف إيليام. الريكتو فاجينال باوتش ده اللي وصف واحد اسمه دوغلاس، فكمان بيتقال عليه دوغلاس باوتش. وده اوطى حته من البريتونيال كافيتي والست قاعده. على فكره يا جماعه كل دي اوطى حته في البريتونيال كافيتي، سواء كان ريكتو فازايكال في الرجاله او ريكتو فاجينال في الستات. يبقى اي ديستشارج في الابدومن بس بلاد اي حاجه، العيانه دي لو قعدت في السرير كل ديستشارج ده هينزل تحت في الريكتو فاجينال باوتش في الستات والريكتو فازايكال باوتش في الرجاله. وعشان كمان دايما في الناس اللي عندهم الحاجات دي ديستشارج وبس وقاذورات في البريتونيوم، لازم الجراح بيحط درين يكون في هذا الباوتش من تحت وطالع بره الابدومن، يشيل لك الديستشارج اللي اتجمع هنا هون وينزل اولا باول. يا ترى ايه بقى الريليشنز بتاعه الريكتم؟ الريليشن بتاعه الريكتم ثابته في الرجاله والستات، من ورا ومن على الجناب. بس طبعا لا يمكن تكون ذا سيم من قدام. تفرق قوي الانتيرو ريليشن من قدام ومن ورا، رجاله من ستات. تعال الحاجات الثابته. الريكتم من ورا نايم على ايه؟ ايه البوستيرور سيرفيس بتاعه ريليتد لايه؟ البوستيرور سيرفيس بتاعه هيكون ريليتد للرسمه الجميله قوي دي. ادعو دايما ربنا يكرم الراجل ايه الرسم لنا الرسومات الحلوه دهيا اللي احنا بنذاكر عليها الاناتوم. طبعا يا جماعه اولا وراك في عظم،
وطبعا العظمتين البديهيتين البوستيرور للريكتم السكرام والكوكسكس زائد ثلاثة ماسلز يمين وشمال يبقوا ستة. طبعا ماسلز اليمين والشمال الماسل دي يا جماعة اللي طالعة من الميدل 3 بيسز اوف سكرام ورايحة على الجريتر ساتك فورا من تعدي فيها وتخينة كده من ناحية ونازل على الرفيع يبقى شبه الكم التراية عشان كده سموها بايري فورمس ماسل. تحت البايري فورمس اتاتش دهون للور بارت اوف سيكرام والكوكسكس عضلة اسمها كوكسيجيس. وبعدين اللور بارت اوف زيريكتم طبعا متحوط بجزء من الليبيتور الناي اللي انا بقولك عليه اللي اسمه بيوبو ريكتاليس. عايز تبص على الثلاثة ماسلز دول بقى كده هون من فوق لتحت اهم بايري فورمس كوكسيجيس و البيوبو ريكتاليس والليفيتور ايناي بقية اجزاء هاي. ده الخرم طبعا ده اللي معدي فيه الريكتا ماشي. يا ترى ايه اللاترال ريليشن بتاعت سوري البوستيرو ريليشن لسه احنا فيها ايه اللي ورا السكرم سوري ورا الريكتم غير السكرم والكوكسكس والماسلز نيرفز. ايه النيرف يا اخويا ابو عقد نو؟ ما فيش نيرف معقد بالمنظر دوان غير الاثنين سمباثيتك تشين يمين وشمال. والاثنين سمباثيتك تشين يمين وشمال على فكره بيتقابلوا هنا مع بعض بقى في الاخر قدام الكوكسكس عند جانجليون اسمها جانجليون امبر. فيبقى تو سمباثيتك تشين وجانجليون امبر. زائد مش السكرم ده فيه خروم؟ ايه اللي طالع من السكرم؟ السكرال نيرفز. والسكرال نيرفز دي هنا هو اللي بتعمل لك السكرال بليكسس. وما كوكسكس نفس الحكاية. الكوكسكي برضو نفس الحكاية طلع منه كوكسجيال نيرفز. فالنيرفز سكرال وكوكسجيال نيرفز. والتو سمباثيك تشين بالجانجلون امبار اللي هم اتحاد الاثنين في الاخر. في ورانا اي فيسلز؟ طبعا وراك الفيسل ده اللي ماشي في الميدل لاين في نص السكرم. وعشان في الميدل لاين في نص السكرم يبقى اسمه ايه؟ ميديان سكرال. ايه الارتريز دي بقى؟ اذا كان ده ميديان سكرال يبقى اللي داخل في الخروم ديا بتاعت السكرم ده يبقى اللاترال سكرال ارتريز اللي داخل طبعا جوه الفيرتبرال كنال عشان تغذي بقى المينينجيز والاستراكشرز اللي جوه. ويبقى ده يا جماعه اللي ورانا بونز ماسلز نيرفز فيسلز. نسينا بس اهم فيسل على فكره طبعا الميديان ساكرال واللاترال ساكرال. وفي فيسل ثالث. مين الفيسل الثالث ده بقى؟ اللي ورا الريكتم وعلى الول اوف ذا ريكتم وبيغذيه. الكونتينيويشن بتاع الارت ده الاورطة ادى الانفيرو ميزنتريك. والانفيرو ميزنتريك ده بقى بيدي الابر ليفت كوليك واللور ليفت كوليك ويكمل از سوبيريور ريكتال ارتري. وطبعا انا بقول لك ده السوبيريور ريكتال ارتري اهم ارتري لان هو ده اللي بيغذي الريكتم موجود من ورا. فيبقى انت عندك عظمتين ثلاثة ماسلز ثلاثة نيرفز ثلاثة فيسلز. هما بس الشاذة العظمتين سكرم وكوكسكس بس. بعد كون ماسلز بايريفورمس كوكسوجيس ليفيتور ايناي على الناحيتين. نيرفات ثلاثة سمباثيتك تشين سكرال وكوكسوجيال نيرفز. ثلاثة فيسلز ميديان لاترال سكرال سوبيرور ريكتال. عالجناب بقى يمينك وشمالك. يمينك وشمالك هيكون في ايه؟ المنظر ده جميل بقى قوي. ايه المنظر ده؟
ده كورونال سيكشن في منطقة اللور بارت اوف ريكتم بالإينال كانال. هناخده دوا في الإينال كانال. الكورونال سيكشن ده بقى اللي هو قطع بالعرض الريكتم والإينال كانال، دي قطعها نص قدام ونص ورا وببص عليه. ده الريكتم اهو، ودي اللي هي البيوبريكتاليس اللي بتكون على الجناب ومحوطانة وكده اهو. جنب الريكتم على اليمين وعلى الشمال في حفرة من البريتونيوم، بريتونيال باوتش. البروتين الباوش ده اللي على جوانب الريكتم يبقى اسمه ايه؟ بارا ريكتال فوسا او البارا ريكتال باوتش. البارا ريكتال فوسا دي او البارا ريكتال باوتش دي مليانه ايه؟ مليانه هتكون ايه يعني؟ زي الريكتوفازيكال باوتش والريكتوفاجينال باوتش، بتكون فيها سيجمويد كولون ولوبس اوف الي. ماشي، فعلى يمينك وشمالك البارا ريكتال فوسا. طب على يمينك وشمالك بقى في اللور اند اوف ذا ريكتم في ايه؟ العضله اللافه حوالين، العضله اللافه حوالين اللي هي مين؟ البيوبو ريكتالس. اهي دي اللي هتكون محوطه اللور بارت اوف ذلك طم، يمينك وشمالك. نيجي بقى للمشكلة، المشكلة في الانتيرور ريليشن بقى يا جماعة. المشكلة في الانتيرور ريليشن، فبص لي بقى كده في السجدة سيكشن ده بتاع واحد راجل. دايما بيتقسم يا جماعة الريكتم تلتين وتلت، التلتين اللي فوق في كفة والتلت اللي تحت في كفة، لان اتفقنا التلت اللي تحت ده الامبولة الواسع ده البقليله بتاعت الريكتم. في الابر تو سيرد اتفقنا يا جماعه انتيرولي البروتونيوم هيعمل ريفليكشن يعمل لك ريكتوفازيكال باوتش ريليتد با سيجمويد كولون وايلي. هي في الستات الريكتم الابر تو سيرد ريليتد بقى المره دي للريكتوفاجينال باوتش اللي مليان بسيجمويد كولون وايليوم. تفصله عن مين؟ تنفصله عن اليوترس والأبر بارت أوف ذا فاجينا. هي الكونتنت بتاعت الباوتش هي بس هنا بتفصلك عن الفيميل جينيتال سيستم، يوترس وأبر بارت أوف فاجينا. طب الأمبولة بقى اللي هي اللور سيرد في الرجالة ريليتد لإيه؟ ريليتد للبوستيرو سيرفس أوف ذا بلادر والبوستيرو سيرفس اوف ذا بروستيت. دي البروستيت الجلاند الشهيره دي اللي تحت اليورين بلادر. والامبولا اوف ذا فاز والسيمينال فيزيكلز والاتحاد بتاعه الفاز والسيمينال فيزيكل اللي اسمه ايجاكيولاتوري داكت. فانت هنا هون قدامك في البوستيرو سيرفس اوف ذا بلادر وملحقات الميل جينيتال سيستم من بروستيت سيمينال فيزيكل امبولا اوف ذا فاز ايجاكولاتوري. بس الامبولا بقى هنا هو مفصوله الحاجات دي بايه؟ بالفاشيا دي المهمه قوي قوي دي في الرجاله اللي اسمها ريكتو فازيكل فاشيا، لان يا جماعه فاشيا ما بين الريكتم والبلادر، فتبقى ريكتو فازيكل زي الباوتش بالظبط. ريكتو فازيكال باوتش نازل منه فاشيا جامده قوي اسمها ريكتو فازيكال فاشيا في الرجاله. للاسف في الستات الفاشيا دي مش موجوده. والامبولا اوف ذا ريكتم والشاف وش مين؟ اللور بارت اوف ذا فاجينا. ودي طبعا وحشه جدا للستات وهنعرف ليه بقى واحنا بناخد الابلايد اناتومي. ويبقى دايما في الانتيرور ريليشن وفي اللاترال ريليشن تروح مقسم على طول ريكتم ابر تو سيرد في كفه واللور سيرد في كفه. ماشي، ودايما في الابر تو سيرد هنلاقي نفسنا ريليتد لباوتش من قدام ريكتو فازيكال باوتش في الرجاله ومن قدام ريكتو فاجينال باوتش في الستات، وفي الجنبين رجاله وستات بارا ريكتال فوسا
او بارا ريكتال بريتونيال باوتش، وفي جميع الاحوال البريتونيال باوتش اللي في الابر تو سيرد ريليتد لسيجمويد كورون ومليان بايه؟ بإيليا. ماشي. ويبقى دي الريليشنز، ونكمل بقى ان شاء الله في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.